اتخيل ايش افضل. جينا في مطعم، اتخيل شوف المطعم الصغير هذا، لكن بيسوي افضل مندو في منطقة أترا. مندو اتخيلوا مندو. ايوه اليوم بناكل مندو، واسم المطعم اصلا مومو هاوس، يعني بيت المندو. عندنا في بنغلاديش يسموا المندو كلمة مومو، مومو يعني مندو، اهو مومو هاوس يعني بيت المندو. ما شاء الله تبارك الله. نجرب دحين، ايش رايكم؟ والله من زمان عن المندو والفرموزة. يا هو احد يرسل لنا فرموزة طيب، لانه في بنغلاديش ما عندنا فرموزة، نبغى فرموزة يا عيال. شوفوا الاسعار كمان، 6 مندو ب 160 تاكا، 6 ست 180. والله ما ادري ايش يعني ست. خلينا نجرب. افضل حقه تشيكن مومو دجاج. اطلب شيء ثاني. اول شيء نطلب واحد. اوكي واحد. بعدين نجرب الثاني. اوكي. ايش عندك؟ بطاطس؟ يا ليت حلو. اوكي. ناخذ معه بطاطس كمان. اوكي. هذا المعلم حقنا في أترا، هذا المعلم. سامي كوفي ولا؟ ما شاء الله تبارك الله، حاجات كثيرة في الشنطة. لا لا الشعق شو اسمه هلمت مومو تشيكن مومو اكتر ستيك فرايد في فرنش فرايد طبعا نورمال فرايد قالوا وجز ده هو عادي لا 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 تيست على غنى ستيك كون وجز ستيك وجز ستيك ده يقول وجز احسن وجز احسن ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه البداية، لسه ما جانا لا مومو ولا أبو مومو. وش اسمه مومو ثاني مرة؟ منتو منتو منتو. والله أنا مستغرب أنت ما تعرف كلمة منتو. يا هو أنت من السعودية ما شاء الله تبارك الله. يلا حبايبي تفضلوا. ما شاء الله تبارك الله. حبايب هذا المنتو، منتو حق بنغلاديش، ترى شيء يعني انا طبعا ما جربت من هذا المطعم، اجرب واقول لكم، لكن جربت من مطاعم ثانية اوف. منتو حق مومو حق بنغلاديش انا جربت، تدري من فين؟ من تريت حق ار اف ال، اسمه تريت تيستي تريت ما ادري ايش اسمه، بس يعني برضه يعني شيء احسن من لا شيء. يعني في بنغلاديش مره ما لقيت هناك في محلات كثير. عندنا مقابلنا في واحد اسمه كونفو نوس. يلا حبايبي بسم الله نجرب. اي هو انا غشيم في المنتو، والله يا شباب انا ترى ماني غشيم، بس علشان الاتيكيت كل واحد ياكل بالملعقه، وانا كمان لازم بالملعقه. ولا يا ابوي اي ملعقه، ولا اي ملعقه، السعوديه ناخذ حبتين مع بعض. قال لك ملعقه بس هنا طبعا ويل. الله يستر الله يستر. شكله حار ذا مره، حار نار ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. حار صح؟ والله بس طعمه لذيذ، لكن الصوص هذا مرة حار. ترى بدون صوص ترى عادي. جرب طعمه يعني أصل. لا دقيقة يا أبوي، بلا تيكيت بلا كلام فاضي، خذها بيدك. أنا برضو حط الياك. والله شيء لذيذ، خاصة مع الصوصات اللي عندهم. أوف أوف أوف. والله شيء مرة لذيذ يا محمد ما شاء الله. أنا هو يشتغل بالراسة.